الآن أيضا لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة حسام نبوي الناقد الرياضي. سيد حسام أهلا بك معنا. ربما قبل قليل كنت أتحدث عن ياسين بون وكان له النصيب الأكبر في هذه المباراة وأيضا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وإسبانيا. هل هنا نستطيع أن نقول أن الرهان كان على ياسين في الوصول لضربات الجزاء في هذه المباراة؟ أولا أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين الأفاضل. ثانيا ياسين بونو من أفضل الحراس في المونديال حتى الآن، أثبت غدرته وأثبت أحقيته بحراسة مرمى المنتخب المغربي وتألق بشكل لافت للنظر. ياسين بونو دخل مرمى هدف وحيد فقط أمام كندا في مباراة المنتخب المغربي أمام كندا اللي سجل خلالها المنتخب المغربي هدفين وخطف بطاقة التأهل لدور ال 16. ياسين بونو من أبرز الحراس المميزين في المونديال. حارس إشبيلية له يعرف جيدا لاعب المنتخب الأسباني وخبرة اللاعب المنتخب المغربي في الدوري الأسباني، أعتقد أنها كان لها دور كبير جدا في معرفة طريقة اللعب والتكتيك اللي بيلعب فيه المنتخب الأسباني اليوم وفي حسم المباراة لصالحهم والتأهل لدور الثمانية في إنجاز تاريخي للعرب بشكل عام وللكرة المغربية بشكل خاص. ده أول مرة فريق عربي يتأهل إلى دور الثمانية في المونديال، وعلى مشارف أيضا زي ما قال زميل محمود أنه يحقق إنجاز أكبر في حال تخطي دور الثمانية ووصوله للمربع الذهبي للبطولة. وياسين بونو الصراحة بتعامل مع البطولة بشكل مجمل عام باحترافية كبيرة جدا. لا ننسى موقف ياسين بولو قبل مباراته مع بلجيكا اللي طلب فيها تغييره قبل بعد ما قال النشيد الوطني وخلاص هينزل الملعب حس بدوران، فطلب تغييره ونزل مكانه منير محمدي، ومنير المحمدي ايضا اثبت جدارته في المباراه وقدر المنتخب المغربي يفوز بيها. الصراحه وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي عامل حاله جيده جدا مع المنتخب، قدر ان يلم الشمل، قدر ان يرجع نجوم كبار زي مزراوي وزياش لصفوف المنتخب اللي فرقوا معاهم كتير جدا من الناحية المعنوية ومن الناحية النفسية، قدر يحل مشاكل المنتخب المغربي ويعمل تركيبة من النجوم قدرت انها تصنع حدث تاريخي للكرة العربية وللكرة المغربية في كأس العالم قطر فيفا 2022. الصراحة المنتخب المغربي يستحق كل التحية والتقدير على ما قدمه في مشواره في البطولة حتى الآن. كان الحصان الأسود نستطيع أن نقول كان المنتخب الأفضل، تأهل عن مجموعته كأول المجموعة على حساب كرواتيا تاني العالم وبلجيكا تالت العالم. النهاردة قهر المنتخب الأسباني، أول مرة المنتخب الأسباني يخسر في كأس العالم من فريق غير أوروبي، ده إنجاز جديد حققه المنتخب المغربي. هو المنتخب الوحيد غير الأوروبي اللي قدر يفوز على المنتخب الأسباني في كأس العالم. المنتخب الأسباني خرج فقط في كأس العالم من دور 16 في ثلاث مرات فقط، خسر في دور 16 المنتخب الأسباني. سيد حسام، ما العناصر الفنية التي ضمنت لي المنتخب المغربي الوصول لهذه المرحلة التي نتحدث عنها؟ التركيبة المتكاملة من النجوم. وليد الركراكي قدر أن يصنع توليفة رائعة جدا، لعيبة كلهم بيأدوا بنفس المستوى سواء على مستوى الدفاع أو مستوى الهجوم أو مستوى الوسط أو حراسة المرمى اللي كان لها دور كبير جدا في مباراة دور 16. فالصراحة جميع لعيب المنتخب المغربي تعاملوا بواقعية جدا في المباريات الأربعة التي خاضوها حتى الآن، قدروا أنهم يحققوا ما يريدون في المونديال، قدروا أنهم يكسبوا احترام وتقدير كل العالم نقدر نقول بمستواهم وأدائهم. كل دلوقتي بيشيد بأداء المنتخب المغربي ويعتبر منتخب أوروبي.